للمزيد معنا من عمان الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور عصام ملكاوي. دكتور عصام مرحبا بك معنا. دعني أبدأ معك من الخبر الأخير من نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة. المملكة العربية السعودية توقف عملية التطبيع مع تل أبيب. إلى أي حد هذه الخطوة ستعيد من حسابات إسرائيل في الحرب؟ يبدو أن الفشل الإسرائيلي عندما أخذ منحيين أو مستويين، فشل على الصعيد العسكري في مقاومة أو تدمير حماس خلال 7 أيام، أصبح الآن هنالك فشل دبلوماسي وسياسي، وهذا جاء على أرفع مستوى عندما قالت المملكة العربية السعودية بأنها أوقفت كل مباحثات التطبيع مع إسرائيل. أعتقد أنها يعني قد تكون هذه ضربة سياسية قوية جدا للولايات المتحدة بالدرجة الأولى ومن ثم إلى إسرائيل، وأعتقد أنها أقوى من جميع الذخائر التي طلبتها إسرائيل من أمريكا لضرب حماس، لأن الفرصة التي كانت مواتية لإسرائيل والولايات المتحدة هي أن تعترف المملكة العربية السعودية وتطبع مع إسرائيل. جاءت هذه الحرب يعني تبعد المسافة كلية عن هذا المسار، وبالتالي يصدر هذا التصريح من قبل المسؤولين في المملكة العربية السعودية. دعني أرحب دكتور عصام برئيس فرع الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية بوزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا المقدم المتقاعد كوبي لافي من عسقلان. سيد كوبي مرحبا بك. نحن كنا نتحدث ونناقش في مسألة توقف عملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل نتيجة هذه الحرب على قطاع غزة. هل هذا يجعل تل أبيب تعيد النظر في كيفية تعاطيها مع الفلسطينيين في القطاع؟ الإخوان في المملكة العربية السعودية يعلمون تماما أن هدف إيران في هذا الحرب هو وقف المسيرة السلبية بين الدول السنية المعتدلة مع إسرائيل، وسبب هذا الهجوم البربري الوحشي علينا من الأسباب الكثيرة، سبب واحد هو طبعا إيقاف أي تطبيع مع دولة إسرائيل، ولكن برأيي المصالح هناك أكبر من ماذا تريد أن تفعله إيران. طيب سيد كوبي اسمح لي على المقاطعة، لماذا لا تنزع إسرائيل هذه الورقة من إيران وتوقف هذا الهجوم على قطاع غزة؟ إذا كانوا يغتصبون أبنائك ونسائك في مدينة اللي أنت ساكن فيها، لكان واجب عليك أن ترد عليهم وأن تقطع هذه الهجمات. وبعد قطع الهجمات وبعد قطع رأس حماس رأس الحي، بعديها نتفاوض على كل شيء. ولكن سيد كوبي اسمح لي على المقاطعة، يعني القوة غير متناسبة، العملية الآن هي على رؤوس الناس وليس على رأس حماس. ما يجري الآن كما يتحدث عنه البعض هو يعني حرب إبادة للسكان هناك، ما تعليقك؟ هذا غلط. في هناك 1300 شاهد اللي انذبحوا في بيتهم وقتلوا، ويسألون ويتساءلون عائلتهم والشعب اليهودي بأكمله ماذا تفعلون ضد العدو. وإذا هناك ونحن نقع هلا في الحديث، هلا نقع بالفخ اللي إيران وحماس يريدون أن نقع فيه، يعني هم يلتجئون ويتخبؤون من وراء المواطنين، ولكن بالفعل كل قصدهم لما هاجموا على إسرائيل أن إسرائيل تضرب مواطنين أبرياء، ولكن إسرائيل تنذرهم وتقول لهم بشكل واضح اخرجوا من بيوتكم، اخرجوا من المناطق التي قد تحولت. ولكن سيد كوبي سأعود إليك، ولكن أيضا هناك معلومات في السابق كانت إسرائيل تنذر السكان بأنها ستقصف. في هذه الحرب يبدو أن إسرائيل لم تلتزم حتى بقواعد الحرب المعمول بها دوليا، وأتساءل هنا يعني كيف يمكن أن تقوم إسرائيل بخطأ وتعالجه بخطأ أكبر منه في استهداف المدنيين؟ هذا مش استهداف المدنيين، العدو والصور التي نراها وراء
الصور التي تراها هذه صور لقواعد حماس التي تختبئ بين بيوت الناس وتحط صواريخ في الملاجئ وفي المساجد، وهناك وهذا يصبح هدف حقيقي لهجمه. دكتور عصام، ما رأيك في هذا الكلام؟ هل بالفعل القوة التي تستخدمها الإسرائيل متناسبة مع ما يتم العمل عليه في قواعد الحرب؟ يعني دعني أقول بأن ضيفك قد يكون خارج البث، يعني ليس له من المعلومات والمعرفة إطلاقا عما يحصل. يبدو أنه معظم وقته في الملاجئ، وخاصة كونه من عسقلان، لكن لأنه ما زال يلبس البيجامة فأعتقد أنه ما زال نائما. فلينظر حقيقة إلى ما يجري على أرض الواقع في فلسطين وفي غزة. إسرائيل ليس لها إطلاقا احترام لا للمواثيق ولا للمعاهدات ولا لحقوق الإنسان. فإذا كانت في السابق يعني تنذر المدنيين حتى يخرجوا من بيوتهم، في هذه المرة هي أصلا مقاصدة ومتقصدة في عدم الإنذار وإيقاع أكبر عدد من الخسائر في المدنيين انتقاما لما حصل لسكان غلاف غزة في المستوطنات، وهم أيضا تحت السلاح. هؤلاء جنود إسرائيل كلها تحت السلاح خلال 72 ساعة. أنا لم أعلم هذا الكلام، أنا أعرف هذا الكلام لأننا درسنا العقيدة العسكرية دكتور عصام، دعني فقط أذكر بهذه الصور التي تأتينا من قطاع غزة. يبدو استمرار هذه الغارات على سكان قطاع غزة، وحديث وزارة الصحة في غزة تتحدث عن عشرات القتلى والجرحى في ما تسميه مجزرة جديدة بدير البلح نتيجة قصف مربع سكني. كما كنا نتحدث أنه هناك يبدو أنه هناك استهداف مباشر للمدنيين. هل يعني هذا القصف للمربعات السكنية يشير إلى أن إسرائيل لديها بنك أهداف محدد، أم أنه ما يحدث الآن هو استهداف على المدنيين؟ دكتور عصام. لا، هو يعني إسرائيل لديها بنك أهداف، ولكن هذا البنك من الأهداف هو ما زال غامضا، ليس متحقق بإحداثيات حقيقية يعني تنبئ عن أماكن المقاومة الفلسطينية وقادة حركة حماس والجهاد الإسلامي وكتائب عز الدين القسام، مما يعني أنها يعني أخذت قرار في الإمعان في قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية والبنايات الموجودة في غزة، على اعتبار أن ذلك يمكن بنظرها أن يشكل حالة ضغط نفسية كبيرة على المقاتلين والمقاومين. هم لا يعلموا طبيعة الشعب الفلسطيني والغزاوي بالذات الذي عانى منهم طويلا في كثير من الضربات وكثير من المعارك التي حصلت بينهم. طيب، أعتقد أن معطيات الحروب الآن أصبحت مختلفة عما مضى. إذا ما أمعنت إسرائيل في استمرارها فستنقلب الآية عليها مرة أخرى، وبالتالي لن تحقق لا نصرا عسكريا ولا نصرا سياسيا. إذا كانت حصلت على دعم سياسي من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية عندما جاءوا لدعمها وصرحوا بأنهم يقفون مع إسرائيل، أعتقد كلما زادت الضربات الفوضوية أو في القنابل احنا بنسميها الغبية وليست الذكية، على اعتبار أن في الحرب لا يوجد ذكاء، في الحرب يوجد قتل وتدمير، أعتقد أنها ستخسر من سمعتها كما خسرت سابقا. ولكن ما يمكن أن نستفيد منه نحن العرب والمسلمين بأن المعادلة ستتغير لصالح الشعور الوطني والعاطفي من الغرب مع المقاومة الفلسطينية ومع هذا الشعب الذي فقد استقلاله وحقوقه منذ 80 عاما. دكتور عصام، وبينما نحن نتكلم صفارات الإنذار تدوي في عسقلان، في زكيم، صفارات أيضا إنذار تدوي في مطار بن غوريون، وهذا يعني، والسؤال المطروح على السيد كوبي، أنه إسرائيل فشلت في القضاء على حماس طالما أنه هذه الصواريخ ما زالت مستمرة على إسرائيل. ألا يعني ذلك فشل
الجيش الإسرائيلي في استهداف حماس وأن الاستهداف هو يطال المدنيين ليس إلا؟ أولا أريد أن أشكر زميلنا الموجود صاحب الكرافتة المحترم، لأنه مبين عليه مقاتل كبير. دعنا لا ندخل في الأمور الشخصية سيد كوبي، دعنا لا ندخل في الأمور الشخصية. أنا بس دعنا نناقش. بدوك على الباب بردوا له جواب. طيب دعنا نناقش فقط الأفكار، تفضل. طيب والأفكار، نحن بس بدينا، وقالت إسرائيل بدينا الحرب، وهذا ليس حملة عسكرية بل حرب. النخباء، قوة النخبة اللي بعرفش من اللي نخبهم وانتخبوا لإيش، لقتل الأولاد ولا الأبرياء، دخلوا وقتلوا في مدننا. أرجوك دشرنا من هذا الأخوان المسلمين. أنا ما قطعتك الأولاد البنات ونساء حبيبي، خليك أنت. يجب أن يكون حجر في الحديث أمام الناس. أنا احترمتك. نقطة نظام سيد كوبي. دكتور عصام، دعنا نناقش الأفكار، نحن هنا لمناقشة الفكرة والفكرة المضادة. تفضل سيد كوبي، خلينا نخرج من الصراع الشخصي. تفضل. هذا هو فيش صراع شخصي، انا ما قطعت حدا وارجوك لا تقطعني. بدك تقول كلامك وانا بسمع وبعدين برد عليها اذا طاحت فيها الوقت. الكيف بدات حماس بشن حرب، اطلاق الصواريخ تجاه مطار بن غوريون، حتى ولو لا حيفا ولا طبريه وان شاء الله على لبنان لا يخصنا. هناك شنت علينا حرب، ونحن قلنا بس بدينا بالحرب، وهذه خطوة واحدة وبسيطة، وليس كملنا وليس ما خلصنا الحرب معهم. وإذا أنا بوعدك أنه حماس حنقضي عليها نقطة وآخر سطر، وحماس بمثابة خطر لكل المسلمين في العالم ولا الفلسطينيين بالذات، وليس يكون هناك سلام عادل بين الفلسطينيين وإسرائيليين ما دام حماس قائماً. طيب سيد كوبي، ما الذي يجعل إسرائيل متأكدة من نجاح عمليتها البرية داخل قطاع غزة؟ عملت ذلك في عام 2008-2014 وفشلت فشلا ذريعا، بل بالعكس حماس أصبحت أقوى من ذي قبل، والدليل الهجوم الأخير. إسرائيل عدة مرات قالت في الحملات العسكرية نحذركم يا ناس، جميع الدول العربية المعتدلة بما فيها مصر، السعودية، الأردن، الإمارات، بحرين، يعلمون تماما أن ليس لنا أي عداء ضد مسلمين أو يبدو أننا فقدنا الصوت بالسيد كوبي لافي المقدم المتقاعد في نعم. تفضل أكمل الفكرة. أنا بقول ليس لنا حرب لعمل مع المسلمين والعالم العربي، ودائما يلتجئون قادة الفلسطينيين إلى العالم العربي والعالم الإسلامي، والعالم العربي والإسلامي يعلمون تماما إنه العمل لحماس ولا إيران هو اللي بمثابة خطر على السلام في المنطقة كلها. وما الذي تريد أن تقوم به إسرائيل سيد كوبي؟ اسمح لي على المقاطعة، عندما تقول بأنه ليس ضد العرب وضد المسلمين، ما الذي تقوم به الآن إسرائيل في عملية التهجير حاليا من قطاع غزة؟ تريد أن ترحل الفلسطينيين إلى سيناء، تريد أن ترحلهم إلى الأردن، أليس هذا مخالف لقوانين الدولية؟ تريد أن تلجئهم من الموت، تريد أن تعطيهم فرصة وهل من حق إسرائيل أن تفعل ذلك؟ طبعا يعني قتل يعني حق باطل. نعم. طيب غير باطل. طيب دعنا نسمع وجهة نظر السيد عصام. يعني ترحيل الأزمة إلى الدول الجوار الآن، وحتى الأمم المتحدة تحذر من عمليات الترحيل وتعتبرها من جرائم الحرب، كيف تتعاطى معها دول الجوار دكتور عصام؟ يعني يبدو أنه أحد الدروس التي خلصنا إليها في هذا الأسبوع الأول من المعركة التي شنها الجيش الاحتلال على المقاومة الفلسطينية، أعتقد أنه يدل دلالة واضحة على فشل السياسة العسكرية والسياسية وفشل الاستراتيجية العسكرية والسياسية لإسرائيل والولايات المتحدة.
في حالتين اثنتين، الأولى عدم قدرتهم على انتزاع تصريح عربي في إدانة المقاومة حماس في هذا الهجوم على بالدفاع عن نفسها أمام القوة المحتلة الإسرائيلية. النقطة الثانية فشل المساعي الدولية أيضا في عدم قبول أي دولة عربية لعملية التهجير التي تحاول إسرائيل أن تستغلها لإقامة الدولة اليهودية، والتي تعتبر أنه كل أراضي فلسطينية هي دولة لها. ولكن أجيب الشخص هذا اللي من عسقلان اللي أعتقد عليه أن يطلع، يعني أن يخرج من الخندق ومن الملجأ لتفقد أحوال عائلته وتركاته في عسقلان. أقول لك معليش دكتور عصام، حماس ليست دولة حتى تكسرها. حماس ليست دولة، حماس هي تنظيم مقاوم. فإذا ذهب 1000 شخص من حماس شهداء فهنالك ملايين من الفلسطينيين هم حماس وأقوى من حماس. الأمور الآن في تصاعد ضد هذه الدولة المحتلة. إسرائيل لديها عقدة 80 سنة، ونحن قاربنا لم على تجبني دكتور عصام سنة. لم تجبني عن مسألة ترحيل أو الترانسفير كما يقول البعض للفلسطينيين للأردن. هناك مخاوف جدية الآن تطرح وخاصة أيضا على القاهرة. كيف تتعاطى الدولتين المجاورتين لإسرائيل مع هذا المعطى؟ أعتقد أن جلالة الملك عندما قابل وزير الخارجية الأمريكي بلينكن قد حذره بأن المملكة الأردنية الهاشمية لن تقبل بدخول أي لاجئ إليها، وقد قال جلالة الملك في خطابه أمام الأمم المتحدة في أمام الهيئة العامة المتحدة، وقاله أيضا أمام عند افتتاح مجلس الأمة الأردني بأن الأردن لن يقبل دخول أي لاجئ. لذلك أعتقد هذا أول فشل لإسرائيل في سياستها التهجيرية. النقطة الثانية أن جمهورية مصر العربية أيضا حشدت قواتها قريبة من معبر رفح، وقد قالت لإسرائيل لن نسمح بدخول أي نازح من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية. لقد وقعت الآن إسرائيل في شرك نصبته لغيرها، فأصبحت هي داخل هذا الشرك. أنا أعتقد أن عملية التهجير لن تكون إلا لبضع مئات من الأشخاص وخاصة كبار السن أو الأطفال، لأن سكان غزة نصفهم 50% منهم نساء وأطفال. لذلك أعتقد أن عملية التهجير لن تنجح، وإن كانت عبارة عن إجبار من خلال تدمير البنايات ودفع الشمال قطاع غزة للوصول إلى وادي غزة ليفصل القطاع إلى قسمين شمالي وجنوبي، لن يشكل ضغطا كبيرا، ولكنه سيقلل من الدعم الدولي قبل العربي والإسلامي أو الدول التي كما قال ضيف بأنها مطبعة هو لا يعلم بالعلوم السياسية بأن هنالك فرق. دعني أسأل سيد كوبي فيما يتعلق بهذه النقطة دكتور عصام. سيد كوبي، يعني حتى الفلسطينيين أنفسهم يقولون لن نخرج إلى أي منطقة، هذه أرضنا، ولن يعني نستجيب لأي مطلب إسرائيلي، وبالتالي هل هؤلاء سيصبحون محل استهداف حينما يبقون في قطاع غزة؟ هل ستقوم ب إسرائيل بمحرقة أمام هذا الصمود؟ أريد أن لا نخطئ المشاهدين. أولا، إسرائيل لا تريد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومن بيوتهم. إسرائيل اضطرت أن تقول لهم إذا أنتم خايفين على أنفسكم تفضلوا اطلعوا من بيوتكم لكي نعمل كل عملنا العسكري، وبعديها إذا أصبحت الأمور تكون ملائمة ترجعوا لبيوتكم. إسرائيل لن تجبر لا مصر ولا الأردن، لأن هذول دول حليفة وإلنا اتفاقات سلام معها، لا نجبرهم ولا نريد منهم أي شيء يمس في الأمن القومي تبعهم. هذول حلفاء معنا، وكل الكلام إنه كل العالم العربي يلتم مع الفلسطينيين فهو غلط، وغلط بغلط.
شوفوا شو بيصير في لبنان عن طريق على سبيل المثال، شوفوا شو خربت حزب الله لبنان كلها، شوف شو صاروا كيف، شوفوا ماذا صار في ميناء بيروت، وانتم شايفين ما بيصير في جميع العالم العربي، وانتم تعرفون تماما، يعني لا تكذبوا على الناس لان المشاهدين يعرفوا تماما. لا اسمح لي على الكلمه هذه، رجاء نقطه نظام، لن نستخدم هذه الاوصاف على الشاشه، رجاء يعني نستخدم مصطلحات اكثر تهذيبا مما قلته. انا اعتذر للمشاهد الكريم حول ما تقول حول الكذب وما الى ذلك. سيد عصام، الان نشاهد على الشاشه قبل قليل، يبدو انه اسرائيل تستعد لهذه العمليه البريه بعدما أمهلت سكان القطاع في الشمال للذهاب إلى الجنوب. يبدو أن ساعة 48 ساعة و 24 ساعة تنقضي اليوم، وبالتالي هل نتصور أن هذه المعركة ستكون سهلة بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟ الإجابة أخي العزيز على تساؤلك وهو تساؤل مهم جدا، يمكن أن نأخذها من تصريحات جلعاد عاموس وهو لواء في الجيش الإسرائيلي وقاد حروبا كثيرة في أيام الاشتباكات مع الدول العربية، وهو قال بالحرف الواحد أن الدخول إسرائيل في حرب برية في غزة وعلى حماس أعتقد أنه يعني حالة جنونية ويمكن أن تؤثر تأثيرا كبيرا على القوات الإسرائيلية التي تدخل إلى من غلاف غزة إلى الداخل، إضافة إلى أنها ستدفع كثيرا من التنظيمات المسلحة في الجوار، يعني الجوار الدول العربية الموجودة سواء كانت في سوريا وفي لبنان وأيضا في الداخل الفلسطيني إلى الاشتباك، وبالتالي تفتح إسرائيل عليها جبهات لم تكن في الحسبان. إضافة إلى أن أقول لضيفك ليعلم علم اليقين، أتحداه أن يطلق طلقة على حزب الله مباشرة، أتحداه أن ينشئ حربا مع حزب الله إذا كان مع حماس التي تقولون بأنها تتلقى الدعم من حزب الله، صلكوا 7 أيام لم تستطيعوا أن تأخذوا منها حقا أو بابا، وبالتالي أقول أن الحرب البرية هي حرب ممكن أن تحدث، هنالك قوات معدة، قوات كما كوماندو، أسلحة دقيقة جدا، طلبت لإسرائيل أسلحة ذات يعني ارتجاجية وأسلحة غازات وقنابل غازات لتسميم الأنفاق، لكن كل هذا شكرا لا يمكن دكتور. أن تعطي نتيجة. إضافة إلى نقطة أخيرة حبيبي صديقي، أرجو أنه يعني أن في عمر عمليات العسكري دائما كل مهمة لها وقت محدد، هذه المهمة ليس لها وقت محدد وهذه علامة استفهام كبيرة عليها. شكرا جزيلا لك دكتور عصام الملكاوي الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية من عمان، وأشكر الرئيس فرع الشؤون الفلسطينية في الضفة الغربية بوزارة الدفاع الإسرائيلية سابقا المقدم المتقاعد كوبي لافي، كنت معنا من عسقلان.